السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هنشرح طريقة إنشاء أوامر شراء إلى العفو لصنف بكمية بوحدة قياس مختلفة. بمعنى مثال، أنا الآن في نشاط أبيع كاسات بلاستيك، أشتريها بالكرتون أو بالصندوق وأبيعها بالقطعة أو بالحبة. فعن طريق أوامر الشراء أروح على إنشاء جديد، من ثم المورد اختار المورد، وليكن تيست فورينر او سميك بريندر وات ايفر. راح نختار المورد، من ثم حروح على اختيار عشوائي، ابحث في كونسيومبل او قطع استهلاكيه، ومن ثم حروح على اسم الصنف، اكتب بلاستيك، هذه كاسات بلاستيك، هنضغط على إضافة. طبعا الآن بعد ما أضفنا هنروح عند الوحدة أو وحدة القياس، فهنلاحظ إنه عندنا وحدة قياس هي اليونت القطعة والباكيت والبوكس أو الصندوق. بمعنى إنه الصندوق فيه له 10 قطع والباكيت فيه له 100 قطعة. فاختار أنا باكيت، اختار الكمية اللي مطلوب مني إني أشتريها أو أطلب لها أو أعمل لها أمر شراء ب2، والسعر والخصم وجميع المعلومات. كذا نضغط على إضافة. طبعا أحب أنوه إنه نوع الوحدة سواء صندوق ولا باكيت هو يعتمد أو يكون معرف مسبقا في نموذج إدارة الأصناف. كذا نضغط على إضافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.